كيف حالك؟ وين كنت؟ روح يسلم يا ابونك. إيه؟ كم عمرك؟ عمري بالبرنامج 19. برا البرنامج 18. ليه؟ يا زينك زينة، كيف برا البرنامج 18 وهنا 19؟ إيه بالبرنامج 19، برا البرنامج 18. إيه ليش؟ شلون ليش؟ زودت سنة عشان تدخل إيه؟ يعني؟ ها؟ إيه كيف بتتأقلم مع الكبار السن اللي هنا؟ على قولتهم ميزان العقل مو بالعمر. ها؟ ميزان عقل الآدمي بلسانه. ميزان عقل الآدمي؟ بلسانه. هذا شطر بيت. ها؟ هذا شطر بيت. إيه؟ إيش في البيت؟ بدي بس أنا حافظ يعني الشطر هذا من البيت وقلت لك. متى تخرجت يعني من الثانوية؟ مو شرط إن عمري يعني أنت الحين عمرك حدود 35، ما تماشي رجال عمره 45؟ لا. شلون لا؟ طبيعي ما ماشي رجال عمره 45 الا في الاعداد لو انا ما ماشي. انت تسالني انا ضد ان ماشي رجال عمره 45. اول شيء اختلاف ثقافي واختلاف وجهات نظر. لا لا واختلاف في كل ابونه اسمعني بس سواسيه ما في فرق. واختلاف في الاهتمامات. ايه اختلاف في الاجيال يفرق. اختلاف في كل شيء يا اخي. يمكن اذا بمشي مع واحد عمره 45 ولا 50 سنه ابمشي مع ابوي واصير خويه ولا عاد اخويه. احسن خوه لك انت تخوي. طيب خلاص احسن خوه لك انت خاوي ابوك. انا خاوي ابو ممتاز واتعلم من احسن خوه. احسنت لان إيه؟ ابوك. لكن هل تمشي مع واحد عمره 40 سنه وانت عمرك 19 سنه؟ لا انت تسالني عن الشباب اللي هنا. الشباب اللي هنا يعني بالكثير تلقى الفرق يعني 4 سنين. هذا اللي كان جالسين الدرب يقسم بالله يمكن احلف معه ابناء في سنك. ها هذا شايب. هذا انا من عيالي شايب. ها يمكن مع اولاد في سني. انا اتكلم اللي حولي يعني. ما هم من حولك؟ لا هذا يمكن هذا بي يعني مع الشباب الثانيين اللي طيب قريب منهم. ممتاز. الموضوع اللي احنا نبغى نطرحه انه انك تصاحب انسان اكبر منك بفارق عمري كبير. ممتاز. ايش رايك في الموضوع هذا؟ يعني مثلا انت عمرك 20 سنه تمشي مع واحد عمره 38 سنه 37 سنه. انا ضد الفكره هذه. ضدها. ليش؟ اول شيء الجيلين غير عن بعض. طيب انت مع مع اللي ماشي بس انا بيك معه وانت ضد. تفضل تناقشوا. شوف نقاش عشان اكون واضح يا خالد الزهراني. اذا جاء نقاش زي ميت زي قبل شيء بنهي النقاش. زين يا خالد؟ زين تفضل. طبعا اذا كان نقاش بارد راح الغي النقاط والغي السؤال الثاني. تبي اتكلم عن ابغاك تثبت وجهه نظرك ان عادي ان الانسان اللي عمره 19 سنه ممكن يمشي مع واحد عمره 34 سنه. لا انا ما قلت 34، انا اتكلم لك عن الشباب اللي هنا حولي. إيه يعني الحين بيني وبين سالم كم بيني وبين يعني الدريبي خويك؟ من هو؟ عبد الله الدريبي. ما ادري ما شفت اللي هنا زين. تعرف عبد الله الدريبي؟ لا ما تعرف. اكمل اكبر واحد كان هنا شنار. تعرف شنار؟ ايه شنار خويك؟ معرفة برنامج. مو خويك؟ مو خوي يعني برنامج يلزمنا برنامج بس بعد إيه؟ البرنامج كل واحد في طريقه. يا سلام. طيب انا ابغاك مع تمام. انا ابغاك ضد. زين زهر. من يبدا؟ والفن هو الاساسي والكل اهلي وناسي والكل ذكر وناسي. قولي لي هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي. هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما كاريزما.
لو اتيحت لي الفرصه اني اقدم الشيء لهذا اليتيم، انا ما اقول انه شيء، ودي اقدم له صراحه اشياء كثيره، ودي اقدم له الحنان، العطف، المال، اي شيء هو يحتاجه. اصلا بساله بقول وش ناقصك من امور الدنيا كلها، لان الانسان يعني انسان يكسر الخاطر، اي واحد في انسان حتى لما كان مسلم بعد يكسر خاطرك هذا اليتيم، ودك تلبي جميع حاجاته. كاريزما في غيابي وحضوري، بصيد جميع جمهوري بالقيم، فني وحضوري والثقة لازم 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 ضروري. هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي، والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي. هولي لي كاريزما، هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي، والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي. هولي لي كاريزما، هولي هولي كاريزما كاريزما. لو أتيحت لي الفرصة أني أقدم الشيء لهذا اليتيم، أنا ما أقول أنه شيء، ودي أقدم له صراحة أشياء كثيرة، ودي أقدم له الحنان، العطف، المال، أي شيء هو يحتاجه. أصلاً بسأله بقول وش ناقصك من أمور الدنيا كلها، لأن الإنسان يعني إنسان يكسر الخاطر، أي واحد في إنسان حتى لما كان مسلم بعد يكسر خاطرك هذا اليتيم، ودك تلبي جميع حاجاته. غيابي وحضوري بصيد جميع جمهوري بالقيم، فني وحضوري والثقة لازم 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 ضروري. هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي، والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي. هولي لي كاريزما، هولي هولي كاريزما. مع ولا ضد؟ مع ولا ضد ما ادري. لا لا مع انك تخاوي شخص اكبر منك عادي، لان انت تقول يعني انت ممتاز. بالبرنامج خلني ارتب النقاش. ها طيب، انت قلت انك تمشي مع شخص اكبر منك عادي. اي اكبر منك يعني باربع سنين ثلاث سنين نفس كذا عادي. اكبر منك، خلينا نقول اكبر منك، اكبر منك. اللي اكبر منك بيوم اكبر منك بسنه كما قال المثل. يعني سالم يقول ان الرجل اللي يمشي مع او الشخص سواء ذكر او انثى اللي يمشي مع ناس اكبر منه بفارق سني ينظرون له الناس نظره دونيه، نظره فيها ريبه. هل يعني ان الناس بينظرون لك بنظره فيها ريبه او نظره دونيه لان اللي معك في البرنامج كلهم اكبر منك؟ تتكلم يعني بالبرنامج بالحياه بشكل عام، لان البرنامج بيصير خويك ولا ما انت بخاوي احد؟ اخوه اعلام. اه يعني ما هي بخوه؟ اخوه اعلام، احنا في البرنامج اخويا بالبرنامج، لان تفكيرنا كله به واحد في البرنامج. أوكي. ما فيها اعمال يعني بعد البرنامج ما بتعرف احد منهم؟ شلون؟ لا لا كلهم على العين والراس، معرفه مو اخوه. فرق، فانت فرق بين المعرفه والاخوه. انا اعرفك يا فيصل عويدر. طيب فيصل عويدر، سجلوها على فيصل عويدر، انه يقول ان اصحابي في البرنامج يربطني بهم البرنامج فقط، واما خارج جيل البرنامج فهم معرفه زيهم زي معرفه بالاعلام. جينا مكان على عين والراس، يعني ما في اي خوف. لا يعني اكثر من دقيقه. سالم من وين؟ سالم الرياض. من الرياض. انا من وين؟ من حفر الباطن. اها. بنطلع بتقهوى يوميا، ما في معرفه. انا اعرفك، انا اعرفك بهذا المعيار. كلامك منطقي. اخويك انا بس ابغى اوصل نقطه، او اني صغير ما راح تعرفني. انا ابغى اوصل نقطه، انت الان بالنسبه لي معرفه. معرفة يا سلام. كلامك منطقي، ما انت بخويي. انت قلت ولا تصبح خويي مستقبلا، ولا تصبح خويك، لان التوجهات مختلفة. عرفت؟ يمكن ان شاء الله انقطع مني واطلق مني. ممتاز. لكن انا ابغى اسالك سؤال، هل يعني ان زملائك الذين في البرنامج لن يصبحوا اصدقاء خاصين بعد البرنامج؟ 80% لا، لان بتفرقنا يعني المناطق. ما راح تجمعني يعني، ما تقول احنا في ديره واحده بنجتمع كل يوم. كم بينك وبينه؟ قرابه 4 سنوات. اه يعني بيبيعك بعد البرنامج؟ لا انا ما بيعه، هو على العين والراس. ينظر لي بنظره دونيه. ها ينظر على العين والراس.
انا اتكلمك معك عليه. شوف يقول انا اخاف اصلا، انا خايف ينظر لي بنظره دونيه. الى الان هو اللي جالس يسقط عليك. لا ما عليك، باذن الله احنا في البرنامج هذا باذن الله رجع يسقط عليك تقول ما عليك. انا ما ليش اقول، هو رد عليه. ما عليك، احنا بنغير كلامه في البرنامج هذا. خايف ترد عليه؟ شلون خايف ترد؟ لا انا ما راح ارد عليه، احنا راح نثبت ان شاء الله مع الايام الجايه. لا تاهلنا استاذي يا كريم، ناظر فيه خليك قوي. ها رد عليه. وش انا اقول؟ انا اخاف اخويك، فتعرف المجتمع إيه؟ الشخص اللي يخاوي شخص اصغر منه يعني بأربع سنوات. ليش تخويني طيب انت؟ تخويني على ايش؟ على اعلام وانا مشهور، انت مشهور، عشان كذا انا خويتك. شوف التوجه اللي احنا فيه اعلام. انت تخويني عشان التوجه اللي احنا فيه. احنا نتكلم، احنا نأيد ونعارض على اللي احنا ما احنا مجبورين عليه. فهمت؟ اما انك تجبرني في برنامج اكيد اني بتواكب معك. ها بمشي معك، بصير معك. انت اللي جابرني تخويني البرنامج يعني. والكل عارف والكل داري يعني. فحنا اللي جامعنا البرنامج، احنا نتكلم برا البرنامج. هل انت ضده ومع انت قلت انك مع الموضوع هذا؟ قلت البرنامج انا مع، قلت بعد البرنامج انا ضد. فاحنا ما عرفنا انت تبي يمين ولا يسار ولا واحد ولا اثنين. بعد البرنامج انا اقول بتكون يعني معرفه مو بخوه، لان بعد البرنامج راح تفرقنا يعني ديار. يعني مصلحه؟ اكيد مصلحه، تبادل مصالح. مصلحتي تقدر تقول تبادل مصالح يعني. انت الحين ما ما, ما ما عندك مصلحه في البرنامج؟ لا، مصلحتك الماده بالبرنامج انك تاخذها، هم مصلحتهم. لا انا ما عندي مصلحه في انك تقدم الشيء الطيب. انا شوف، ها انا بعطيك مثال. انت قبل مثالي، انا صداقتي مع سعود العتيبي ليست قائمه على المصلحه نهائيا. دليل ذلك اني في فتره من الفترات كان سعود العتيبي ينزل له راتب، انا ما ينزل لي راتب، وكان يقسم لي من راتبي، اخذ نص راتبي، وفتره قريبه يعني قبل سنه او سنتين. ما في مصلحة. يمكن انت تتمصلح معه عشان يقسم لك من راتب زياده او شيء نفس كذا، لانه صار له نفس اللي صار لي وصار لي نفس اللي صار له، ونفس ما في مصلحه. وجلسنا الاثنين على الحديده ولا ما في مصلحه. انا اساسا ما طلبت منه عشان تقول مصلحه. يمكن يوم عطاك فانت كنت تتمصلح زياده عشان تطلب زياده يعني. كنت تكون طماع وتطلب زياده. طيب يوم انتهت ليش ما قطعته؟ يوم انتهت وشو؟ يوم انتهت هذه المساله وصار يدخل علي دخل اكثر منه، ليش ما قلت خلاص تركته؟ انتهت لأن المصلحه. لان كلبكم صرتوا بنفس المجال وصار نفس اللي يجي. لا بوف عيان، يمكن صنع فيك معروف. ممتاز، الان هذا معروف. يا سلام. هل اعده مصلحه؟ شوف ترى موضوعك حساس وموضوعك متفرع. انت معك الليل كله، احنا معنا ليس التلفزيون. فيها طويل العمر فيها. ابغى تقنعني، اقنع زميلك يا اخي. لان احنا ما عرفنا لك، الان الرجل ضد قولا واحدا جمله وتفصيلا. ويقول الرجل ان الناس ينظرون للواحد اللي يمشي مع اللي اكبر منه نظره دونيه. ممتاز. وانت يا فيصل عمرك 18 سنه، حلو، هو اقرب واحد سن لك ممكن سالم، صح؟ لا في اصغر. لا في اصغر منك؟ في 19. فلنفترض 19 فيه فوق ال 25، فوق ال 28 ناس كثير. فيه. هل صداقه فيصل معهم بتسبب له نظره دونيه اللي معنا؟ مي بصحيه. مي بصحيه، نعم فيها نظره دونيه. فيها نظره دونيه؟ نعم. المجتمع اللي شوف المجتمع حكم عليك الحكم، انا ما حكمت عليه. لا النظرة هو من نقل حكم المجتمع بهذا؟ احنا بتكون بعد خوتنا ومعرفتنا على مرجله ومعزه وبكون فيها مزارق طيب. فابد الناس ما راح تنظر نفس كلام سالم. ليش؟ الناس ما تعرف دواخل الامور اخوك. الناس ما تعرف. ولا لو الناس تعرف دواخل الامور ما حد حكم. تتكلم على المظهر اللي راح يطلع الناس. نعم، صح؟ المظهر الخارجي. فاحنا المظهر اللي راح نطلع فيه مظهر مرجل ومظهر طيب وينومس. بس يود ما راح نطلع في اخبار وامور هذا. هل انت تفكيرك نفس تفكيري الحين؟ لا. ليش؟ لان انت تعتبر، يمكن تعتبر جاهل انت، لان يمكن اكبر بكم سنه، فيمكن جهلت الامر هذا او انك ما درست الامر هذا. انا ما بجاهل عشان كذا، ولا انا جاهل، لكن انت فلا كان واحد يعني جاهل. الجاهل يحكم على اللي قدامه انه جاهل، هو يمكن ما معه الا الجاهل اللي يحكم بالعمر. كنا اجيب الحين واحد اصغر مني. هذا المجتمع، هذا حكم المجتمع، مو بحكمي انا ولا بحكمك ولا حكم فهد. هذا لسان مجتمع. المجتمع هذه ابجديات مجتمع انت تمشي عليها. المجتمع راح تعرف يعني الخوه في المجال اللي هم فيه. احنا يجمعنا مجال شهره. تكلم بعد ما لها شغل. انت احنا نتكلم بعدها شهره بعد. تقابلنا في مكان يجمعنا، مكان شهره، عارفين بعض ومخوين بعض ومعرفه. ما تعتبر. اما غيرها. ما تعتبر. شلون؟ تقدر تسميها معرفة، لا تقول خوف. هو قال أول شيء معرفة بعدين الحين قال خوف. لا خلها معرفة، أنت قلت معرفة. معرفة أنا قلت لك في البرنامج. قائمة على المصلحة، تنتهي هذه المعرفة بانتهاء هذه المصلحة. دقيقة هو إيش تكلم عنه؟
في البرنامج الناس شلون راح تظهر لنا عشانها معرفة. لأن البرنامج أنت مجبور. أنت قلت أنا ما أحكم على البرنامج. أنا ما أحكم على البرنامج. مو لازم عشانها. أنا أحكم على البرنامج. يعني. أحكم برا البرنامج. برا البرنامج. برا البرنامج. أنا ما راح أخاوي شخص أكبر مني. خلاص. أخوي الكبير. أخوي الكبير بينه وبين حدود. هو أخوي الكبير. كان أكبر مني ب 12 سنة. فمستحيل إن تفكيري نفس تفكيره. في مواضيع حساسة عنده أنا ما أجيها. فبالطبيعي إنك ما راح تكون مع شخص أكبر منك. أنا قلتها بعد البرنامج بتكون معرفة يعني. ربطنا مكان شهرة معرفتك موجودة ومعزتك موجودة. يعني اللي أفهمته فيصل بينظرون للناس نظرة دونية لمدة 3 شهور ثم بعد البرنامج بتنتهي هذه النظرة الدونية. البرنامج لا البرنامج هو شوف تنظر نظرة دونية في البث لكن في البرنامج يمكن مع عذر. لا صعدها. مع عذر. صح. مع عذر. هو جلس صعدها. ولا إيش رأيك؟ أنصب بعد البرنامج ما راح أخوي هو مرة. أطحها معه مرة عشان لا ينظر لي ولا ينظرون له ولا شيء بس. وانا اتوقع بعد البرنامج هو اصلا يعني ما تفرق بيني وبينه يعني نفس الطول ونفس الحجم. انا شغل الطول إيه الحجم فهمت شغل الطول شوف من الجاهل من الجاهل يمكن انت لو شفت الرجال تقول كم عمره يعني ابو معيان ترى في كلام الان اصبح اسقاطات وقف الان الرجل والله العظيم انا مشكله ابو معيان انا اقول الرجل انا في البرنامج هذا انا اقول معك عذر في البرنامج في البرنامج هذا تفجر الخصومه عندك ابو والله ما فجرت الخصومه الا تقول ابو معيان انا داخل البرنامج ما قاطع كلامك انا داخل هذا البرنامج ما ادري من راح اقابل بقابل الاردي والكفو واللي نفس تفكير سالم وبقابل جميع العينات في هذا تفكير نفس سالم ما فهمت هذه وضح اللي نفس تفكيره وش يتكلم عنه تركت مش تفكير ما خلتني اجاوب ها بعطيك الجواب فهذا البرنامج انا منحت فيه 3 شهور فبواجه بسك سؤال اخي دقيقه خلني اكمل اللي نفس تفكير سالم ماذا يعني ما فهمت اللي قاعد يتكلم عنه وش تفكيره قاعد يتكلم عنها اللي يتكلم عنه ما ان الناس بينظرونك نظره دونيه اي ما خليه يفسرها طيب شوف في البرنامج انا اقول لك في البرنامج انت مجبور انت معك عذر البرنامج انك مجبور تتواكب مع الرجل هذا وتتعايش معه لكن مع ذلك بينظرون لك نظره نعم دونية. طيب نعم وحصلت في اكثر من برنامج وانت ما كنت متواجد في البرنامج ممكن تحصل مع اشخاص على الافعال اللي قدمها خليني بكمل طيب بكمل انا قاطعتك الشيء الثاني يقول لك هو العقل ما هو بالعمر غير صحيح العقل الرسول صلى الله عليه وسلم متى بدا رسالته؟ عمره 40 ليش ما بدا رسالته عمره 18؟ لكن ما هو مقياس لا مقياس لا انا بعلمك ما هو مقياس النبوه شرط من شروطها ان تبلغ سن الرشد وهذا مر على الانبياء كلها هذه النبوه سمعت ولكن اسامه بن زيد قاد جيش تبوك وفيها ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وجل الصحابه وعمره 17 هذه فراسه حرب اتكلم عن النبوه ما فراسه حرب طيب خذ هذه الثانية. النبوه شيء جديد الرجل يقول قارن النبوه اسمعني بس الرجل النبوه رساله الرجال إيه فلذلك النبوه رساله عظيمه لا تجعلها مقارنة بالكلام اللي احنا نقوله لا ليست مقارنة ان شاء الله عن الكلام فاحنا نجيب الكلام اللي احنا نقوله ونجعلها امام الشيء اللي مقابل فيه في المحاماة في القانون في شيء اسمه إجابة ملاقية تلاقي الموضوع اللي احنا نتناقش فيه فهمت اسمعني ما تجيب موضوع اكبر منه وتسقط عليه وتقول لا يلاقي ما يلاقي النبوة لا تلاقي انا بقول لك العمر ترى العمر اعطيك مثال انا الان يقولون ان نعمان بن المنذر بن مالك السماء دخل عليه رجل صغير سن وصغير جسم نفس وضع فيصل سبحان الله صغير سن صغير جسم لكن فيصل أجمل منه هذا كان دميم الخرقة وقال لها النعمان بن المنذر تسمع بالمعيدي خير من أن تراه يعني استحقره كذا قال الرجل بأصغره قلبه ولسانه فإذا تحدث بلسان وإذا انطلق بجنان فليس مقياس أنا أشوف الآن نغلب وجهة نظر فيصل إن ليس مقياس إن يكون عمري مثلاً 18 سنة ولا 20 سنة ولا 21 سنة عشان أبرز بنفسي على الرجال ميزان عقل الآدمي بلسانه مو مقياس هذا الأمر بس ترى يحسب لك نقطة الاستشهاد هذه تحسب لك سلامي أنا بقول لك الحين يا طويل العمر والسلامة أنت عمرك 18 سنة هل أنت تفكيرك نضجك نفس الشخص عمره 40 سنة؟ سؤال هل تفكيرك نفس تفكير أبوك؟ سؤال علمني سؤال أبوي أكبر مني وجيل حبيبي شخص عمره 40 سنة شخص وأنا بخوي شخص 40 عمره 40 سنة أبو معيان ما خاوى أنا أتكلم عن لا أنا خويت توك تقول أنا ما خويت أنا غيرت رأيي لا أنا قلت أنا خويت سعود عمره 40 سنة اسمعني حبيبي زين بقولك عندي خلني كم الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ينصح الناس كم كان عمره 40 سنة بدأ الرسالة في 40 سنة
هو شوف يتكلم طيب ما في خلفية ليش؟ بسبب عمره، إن عمره صغير ترى. يعني ثقافته ضحلة. نعم. طب أنت خليتكم قاطعتني على طول. إيش فيه؟ أنا ما تكلمت عشان أقاطعك، أنا ما تكلمت. يعني ما كان ينصح ناس عمرهم 60 سنة؟ ما أسلموا مع ناس عمرهم 60 سنة؟ الناس ما 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 أنزل عليهم رسالة، ما راحوا، ما عرفوا، ما عرفوا من السماء، ما نزل. أنا أسألك الحين. ما نزل عليهم وحي، ما نزل عليهم. كان عمره 40 سنة. ما أقنع ناس أعمارهم 60 سنة نفس كذا. ننهي النقاش. عندي بس نقطة بسيطة. أنا بقول لك حاجة. الشخص هذا شفت تكلم قبل شوي عن إن الرسول نصحه صغير، الرسول ما نصحه صغير. بسبب إيش؟ إنه أول شيء جهل في معرفته. ما في أنا ما قلت، أنا ما حددت لك. اسمك الشخص هذا أنت؟ ها؟ اسمك الشخص هذا؟ اسمك الشخص هذا؟ شو اسمك الشخص هذا؟ أنت شو اسمك؟ اللي هو فيصل. فيصل عوض عويد. والله كامل الاحترام ونحبه وقدره، لكن هذا يعني الاحترام اول حطيت حطيت ثقافته ضحله، حطيت ان الناس بينظرون له نظره دونيه، والان لا تناديه باسمه، تقول الشخص هذا الماثل امامكم. الشخص هذا يتحجج ان هذا، شوف ترى هذه الشبابه فيها. او فيصل، انا اعتذر مره ثانيه، فيصل يتحجج ان العمر مو مقياس. هو ثقافته ضحله بسبب ان عمره صغير. تقبل الاعتذار؟ ترى الفرق بيني 3 سنين مسوي فاهم، وتلقاه هذا ما كمل الثانوي بعد. من ثاني ثانوي طالع دقيقة وتقنية حقيقية. من ثاني ثانوي طالع يطمح انه يدخل تمريض الحين في برامج الواقع. لحد الان الرجال ما كمل طموحه. يطمح عنده امنية. هذا بسبب اني كبير وعندي عقلي زاكي وعندي طموح بحققه. بس ما حققت، ما حقك يا اخوي. انا عندي رسالة هادفة. اول شيء اني شاعر، ثاني شيء الحمد لله منشد، ثاني شيء اعرف اتحدث. انا ماني في التيك توك شاعر. والله نعم. يرسم يرسم مين؟ محتوى ترسيم. ترسيم ايش؟ ترسيم مشماق. تراه من فنزاتي يا ابو معيان. محتواك ترسيم مشماق؟ اي يتابعني الرجال اول باول. محتواك ترسيم مشماق؟ ايه. فن هذا طيب. اي فن وشعر. والزي الرسمي السعودي نفتخر فيه هذا. هل الشعر مو فن؟ هل الشعر مو فن؟ تعارض هذا المحتوى؟ لا يحق لك انك تقلل من فنه. ابو معيان. دقيقة ابو معيان. طموحه برامج واقع، برامج واقع تجمع الشاعر، تجمع المنشد. ابو معيان شوف المفارقة العجيبة. لحظة وقفك. شوف المفارقة العجيبة. انت جالس تجلده سالم، انت جالس تجلده. لا انا احترمه الشخص. عادي كمل. لكن انا تعليق على كلامه. لا انت ما احترمت شخصه. لا والله احترمه. اسمعني بس. ابو معيان هو يوم يسمع. اسمعني بس. انت جالس تجلده طول الحلقة والرجل ساكت. يوم رمالك رمية بس. ضغط زرك ونقز بلوك. والله ما ضغطني. وقمت تقول انه شخص الحين هو كأنه احترمه، كأنه استهزأ بالمحتوى. يقول هذا محتوى تنسيفات، تنسيفات بشماغ وزي السعودي. هل تعرض هذا برامج الواقع؟ انت استهزأت برامج الواقع، تقول انت قاعد تقدم على برامج الواقع. لانك انت تقدم ووصلت اللي تقدمه يعني حبيبي. يعني شاعر و... طيب وش كاراتير ولا مالك شغل بالكاراتير؟ لا هذا عبد الله شداد. اي وما ادري وش. وللان ما تأهلت وما دخلت مع 30 متسابق. هل هذا فشل مني او عدم توفيق؟ هل انت تعترض على قضاء الله وقدره؟ هذا تجاوب. فشل. فشل؟ اي فشل. لا مو فشل ابو. لا فشل. هل انت يوم قدمتي رصيدك هل توقفت نسختكم فشل ولا عدم توفيق؟ لا انها توقفت النسخه كلها، توقفت القناه. هل فشل للجميع او فشل للقناه؟ لا مو فشل للقناه، مش فشل. إيه؟ لا لكن نجاحي لو نجاحي في فقره النقد نجاح. فشلي مثلا في اداره العمليات في قناه اخرى هذا فشل. ما اسمع عدم توفيق. لا لا لا. اذا 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 بنتكلم عن الفشل والنجاح الحمد لله انا واصل واصل وفي في مرتبه ان شاء الله عاليه. لكن الشيء الثاني الفشل مادي. اذا في فشل ينسب للماده فقط. اما شخصيا انا ما عندي فشل ولله الحمد، ولا انا ماني في مكانك تقيمني او اقيم. وحنا بعد لا عندنا لا فشل ولا شيء، لا مادي ولا هذا رزاق. هذا رزاق. هذا رزاق محكمه من ربي سبحانه ولا على مستوى في الاعلام. طيب ننهي النقاش هذا الان. على طاري الفشل المادي، ترى انا في التصويت متعدي. نتكلم عن الفشل كنت المادي. متعديك انا ورجعنا بيننا تنافس احنا الاثنين يعني. طيب. من قبل ما نجيك بيننا تنافس بالاصوات. ما بيننا تنافس يعني. ما اصبح تنافس يا سيدي الفاضل. انا اقول الان يا سيدي الفاضل احنا خرجنا من هنا باربع معلومات عنك. ايه واحده قلتها عن نفسك و3 قالها عنك. اللي قلتها عن نفسك انك مصلحتي. لا انا ماني مصلحتي. خليني اكمل بعد ارد عليها كلها. كل واحد ياخذ مصلحته. الله يخليك لي. واحده انك مصلحتي، 2 ان الرجل يقول ان الناس بينظرون لك نظره دونيه في البرنامج، 3 ان ثقافتك ضحله، 4 انك ما تعرف تتكلم. وش الثقافه؟ خليه يذكرها. تضحله. وش تقول الرسول ينصح عمره 18 سنه؟ انا ما الرسول ما بدا رسالته الا 18 سنه. سؤال قلت 18؟ ما نعم نعم قال. لا لك لي معيان وشوف. لا هل تشهدني؟ لا انا اشهد الكاميرا مو ما تشهدني. انا سالتك. لاني ما ابغى احطك في مكان يمكن انا سالتك. قلت الرسول يوم اثق في الكاميرا موجود. انا قلت لك يوم الرسول ينصح كم كان عمره؟ انت على طول ما قلت 18، قلت لي 40، ما خليتني اكمل، سبقتني. فما كان ينصح 18
تجحد انت عين عينك تجحد لك اللي تبي. اذا قلت 18 اذا قلت 18 اعلن انسحابي من هذا البرنامج. اذا قلت 18 اعلن انسحابي من هذا البرنامج. هو ما اعطاني. لا تصعدها بدون تصعد. لا عشان الرجال ما ممكن تزل. طبيعي ممكن تزل. لا ما قلت 18. ولا خايف من النظره الدنيا فتبغى هذا الكلام يعني لا معي النظره الدنيه ترى لها مسمى يعني بوضح لك النظره الدنيه. شوف الكلام السوقي اللي قاعد يقوله اللي ما له سوقي. نعم ما له اي معنى اللي هو يتكلم ويعيد كلام ويناقض يعيد كلام لانك انت ما تسمع له. اول شيء قال برامج واقع. اول شيء قال انك فاشل. اول شيء قال لك هذا كلام اشوفه انه سوقي ما يصح. عرف الكلام السوقي اللي ما تقوله امام الشاشه إعلامياً. اللي يقولها السواقة اللي أمام الشاشة تكلم أمام إيه الكلام السوقي. اسمع أنت قلت كلام سوقي. اسمع الكلام السوقي هو عرف عند العرب إن فيه كان فيه ناس همج